واضح شيرنج ده عندكم يا شباب؟ اه تمام واضح. يا دكتور. اوكي، احنا المره اللي فاتت، او مش المره اللي فاتت، المره اللي قبلها يعني، اخر مره خدنا فيها محاضره كده، كنا اتكلمنا على الكومباينيشنال سيركت. اوكي، وقلنا ان في نوعين من الديجيتال سيركتس، يا اما كومباينيشنال يا اما سيكونس. والكومباينيشنال اللي احنا خدناها قلنا عباره عن مجموعه من اللوجيك جيتس بكونها مع بعض، بحيث انها بتأدي لي في النهايه، او بتكون لي في النهايه ديجيتال سيركت. الديجيتال سيركت دي الاوتبوت بتاعها عند اي لحظه بيعتمد على قيمه الانبوتس عند نفس اللحظه. ده بالنسبه للكومباينيشنال. اوكي، فالاوتبوت عند اي لحظه بيعتمد بس على قيمه الانبوتس عند نفس اللحظه. لكن السيكوينشال ديجيتال سيركت هي عباره عن مجموعه من الديجيتال سيركتس، الاوتبوت بتاعها عند اي لحظه مش بس بيعتمد على الانبوتس عند نفس اللحظه، لا، بيعتمد كمان على البريفيوس اوتبوت. يبقى البريزنت اوتبوت هيعتمد على البريزنت انبوت والبريفيوس اوتبوت، وده الفرق ما بين الاثنين. عشان كده دايما دوائر السيكوينشال هنبص نلاقي فيها ما يسمى بالفيدباك، يعني اني باخد من الاوتبوت برجع تاني على الانبوت. اوكي، ليه؟ لان زي ما بنقول ان الاوتبوت عند او البريزنت اوتبوت مش بس بيعتمد على البريزنت انبوت، لا، ده كمان على البريفيوس اوتبوت. فدايما هنلاقي في الدوائر بتاعت السيكوينشال دي، هنلاقي دايما فيها فيدباك من الاوتبوت للانبوت. طيب، لما نيجي كده نشوف برضو ايه انواع السيكوينشال سيركت دي، هنبص نلاقيها بتنقسم لنوعين، يا اما عندنا سينكرونس يا اما اسينكرونس سيركت. يبقى يا اما سينكرونس يا اما اسينكرونس. السينكرونس ده الاوتبوت بيتغير عند لحظات محدده، لكن الاسينكرونس الاوتبوت بيتغير ات اني تايم. يبقى ده بس الفرق ما بين الاثنين، هي في لحظه تغيير الاوتبوت. السينكرونس الاوتبوت بيتغير في لحظات محدده، لكن الاسينكرونس الاوتبوت بيتغير ات اني تايم. طيب، لما نيجي برضو نتكلم كده عن نوع من انواع السيكوينشال سيركت اللي هو المالتي فايبريتور، او المذبذبات متعدده الاوضاع يعني. المالتي فايبريتورز دي ليها ثلاثه مود للاوبريشن، يا اما باي ستيبل، يا اما مونو ستيبل، يا اما استيبل مالتي فايبريتور. طب ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ الباي ستيبل مالتي فايبريتور السيركت هنا بيبقى لها تو ستيبل ستيتس، يعني ليها وضعي استقرار. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا خليت الاوتبوت كان هاي، يبقى الاوتبوت هيظل هاي كده لحد امتى؟ لحد انا ما اتدخل واعمل تريجرنج للسيركت، وبالتالي اغير الاوتبوت من هاي للو. طب الاوتبوت اتغير من هاي للو، هيستقر على الوضع اللي هو له لحد انا ما اتدخل واغير، اعمل تريجرنج تاني واغير في الوضع بتاع السيركت ده من لو لهاي. يبقى اي وضع بتروح عليه السيركت بتستقر عليه لحد انا ما اتدخل واغير الوضع ده. يبقى اي وضع هتبقى السيركت عليه، سواء كان الاوتبوت هاي او الاوتبوت لو، هتستقر عليه لحد امتى؟ لحد ما اعمل تريجرنج وغير الوضع ده، وبالتالي هتروح للوضع الجديد وتستقر برضو عليه لحد انا ما اتدخل واغير الوضع بتاعها. يبقى السيركت ليها وضعي استقرار، تستقر على اي واحد فيهم لحد انا ما اتدخل واغير الوضع ده. طب لو مونو ستيبل مالتي فايبريتور، المونو ستيبل الدايره بيبقى لها ستيبل ستيت واحده وكوازي ستيبل ستيت. بمعنى ايه؟ وضع مستقر وضع شبه مستقر. بمعنى ان هقول مثلا ان الستيبل ستيت بتاعتها ان الاوتبوت يبقى لو. طيب انا تدخلت وعملت تريجرنج للسيركت، يبقى هغير الوضع ده من لو لهاي، بس السيركت مش هتستقر على الوضع اللي هو الهاي ده، لا، هتستقر عليه لفتره زمنيه صغيره وترجع من تلقاء نفسها للوضع اللو. يبقى هي وضع الاستقرار بتاعها هو اللو، وبالتالي لو انا عملت لها تريجرنج بغير الوضع بتاعها، اخلي الاوتبوت هاي، بس الهاي ده لفتره
صغيره قوي، يعني بيبقى عباره عن كاباستور لحد الكاباستور ما يشحن لقيمه معينه، وبعدين ترجع من نفسها تاني للوضع اللوم. يبقى هي ملهاش الا وضع واحد بس استقرار، اللي هو اللوم. لو غيرت من الوضع الاستقرار ده لوضع شبه الاستقرار اللي هو الهاي، يبقى في الحاله دي هتستقر على الهاي ده فتره زمنيه صغيره وترجع من نفسها تاني للوضع اللوم. طب ده بستخدمه في ايه؟ طبعا الوضع الاولاني اللي هو الباي ستيبل مالتي فايبريتورز، ده بستخدمها للميموري ديفايسز. يعني الميموري ديفايسز كلها انا عايز الكونتنت بتاعتها تفضل ثابته لحد انا ما اتدخل واغير في الكونتنت بتاعتها. يبقى انا حطيت فيها هاي او حطيت فيها 1، يبقى تفضل محتفظه بال1 ده لحد امتى؟ لحد انا ما اتدخل واغير الكونتنت بتاعتها واحط فيها 0، برضه تفضل محتفظه بالزيرو ده لحد انا ما اتدخل واغير في الوضع بتاعها. يبقى الباي ستيبل مالتي فايبريتورز ده عباره عن الميموري سيلز كلها بتبقى باي ستيبل. لكن المونو ستيبل مالتي فايبريتورز ده بستخدمه لو انا عايز احصل على بلس بديوريشن معينه. يبقى السيركت ليها وضع استقرار مثلا هيبقى اللو، جيت عملت لها تريجرنج هتبقى هاي. هتستقر في الهاي ده لفتره معينه لحد الكاباستور ما يشحن لقيمه محدده، وبعد كده ترجع تاني لوضع اللو. طب هتفضل في الهاي بقى قد ايه؟ زي ما بنقول لحد الكاباستور ما يشحن لقيمه معينه. طب ايه اللي هيتحكم في الفتره اللي هيشحن فيها الكاباستور للقيمه دي؟ هي قيمه الار وقيمه السي اللي انا حاططهم في الدايره. يبقى في الحاله دي في عندي ار وسي موجودين في الدايره اللي هي التايم كونستانت. على حسب التايم كونستانت ده قيم الار او قيم السي، طبعا بخلي واحده منهم ثابته وبغير في الثانيه، وبالتالي بقدر احصل على بلس بديوريشن معين. يبقى لو عايز بلس مثلا بديوريشن 1 سكند، بلس بديوريشن 10 ملي سكند، 100 ملي سكند، اقدر احصل على بلس باي ديوريشن انا عايزه. طب الاستيبل مالتي فايبريتور، الدايرة ملهاش ولا وضع استقرار، ودي اللي احنا بنستخدمها كأوسيليتر. يعني الدايرة ما بتستقرش على أي وضع، لا ده بيبقى لها اتنين كوازي ستيبل ستيت. بمعنى ايه؟ إن الدايرة بتبقى هاي لفترة معينة وتنقل من نفسها للوضع لو، تفضل على اللو فترة معينة وبعدين تنقل من نفسها تاني لوضع الهاي. يبقى الكباستور كده قاعد بيشحن وبيفرغ على طول. اوكي، وبالتالي بقدر احصل على ترين اوف بالسز كده، او اقدر احصل على او استخدم الدايره كانها اوسيليتور تديني او كبالس جنريتورز تديني مجموعه من البالسات بالديوريشن اللي انا عايزه، لان اقدر برضو اتحكم عن طريق التشارجنج تايم والديستشارجنج تايم، اقدر اتحكم في الزمن الاون وزمن الاوف بتوع البالس اللي طالع لي. يبقى في الحاله دي انا عندي ثلاث انواع او ثلاثه مود للاوبريشن لدوائر المالتي فايبريتورز. يا اما باي ستيبل مالتي فايبريتورز، ان الدايره ليها وضع استقرار واي وضع انا بحطها عليه بتستقر عليه لحد انا ما اتدخل واغير في الوضع ده. المونو ستيبل مالتي فايبريتور، الدايره ملهاش الا وضع استقرار واحد، ستيبل ستيت واحده. اوكي، وانس ان انا عملت لها تريجرنج وغيرت الوضع ده، هتروح للوضع الثاني وتقعد فيه فتره محدده وترجع من تلقاء نفسها تاني للوضع الاستيبل بتاعها. يبقى هي لو كان الوضع الاستيبل بتاعها لو، وانا عملت لها تريجرنج ونقلتها للوضع الهاي، هتفضل في الهاي ده فتره محدده وترجع من نفسها تاني للوضع اللي هو اللو. الاستيبل مالتي فايبريتورز الدايره ملهاش ولا وضع استقرار، لكن قاعده بتأسوليت على طول ما بين الوضعين بتوعها الهاي واللو. يبقى الدايره الاوتبوت بيبقى هاي لفتره وبعدين يرجع للو لفتره، من نفسها تغير تبقى لو وبعدين تغير تاني من نفسها برضو تبقى هاي وهكذا. وبالتالي يبقى السيركت بستخدمها كانها اوسيليتور. طبعا اللاتشز والفليب فلوبس، الدوائر اللي احنا هناخدها في الشابتر ده، اوكي، اللي انا بستخدمها كميموري ديفايسز او عشان اخزن فيها الديجيتال انفورميشن بتاعتي، او اللي هي الانفورميشن بتاعتي اللي هي عباره عن الهاي او لو او الوانز او الزيروز، لان كل ميموري سيل انا بخزن فيها 1 بت، يا واحد يا زيرو. وهنشوف ان اللاتشز او الفليب فلوب دي عباره عن ميموري سيل اقدر اخزن فيها 1 بت، يا واحد يا زيرو.
فاللاتشز والفليب فلوب دي هتعتبر انهي نوع بقى من المالتي فايبريتورز؟ طالما هستخدمها كميموري سيل يبقى انا عايزها تحتفظ بالكونتنت بتاعتها لحد انا ما اتدخل واغير في الكونتنت بتاعتها، تحتفظ بالكونتنت دي سواء كانت واحد او زيرو، وبالتالي يبقى اي وضع احطها عليه هتفضل مستقره عليه لحد انا ما اتدخل واغير في الوضع بتاعها، وبالتالي يبقى اللاتشز والفليب فلوب دي نوع من انواع الباي ستيبل مالتي فايبريتورز. اوكي، طب ايه الفرق ما بين الاثنين، ما بين اللاتشز والفليب فلوب؟ الفرق بس ما بين الاثنين هي في طريقه تغيير الستيت بتاعت كل واحده منهم. اوكي، هنشوف ازاي اقدر اغير الستيت بتاعت اللاتش او اقدر اغير الستيت بتاعت الفليب فلوب، لكن وانس ان انا غيرت الستيت هتفضل مستقره على الستيت الجديده لحد انا ما اتدخل برضو واغير الستيت، يبقى اي ستيت هحطها عليه هتفضل مستقره عليه لحد انا ما اتدخل واغير في الوضع بتاعها. واضح كده الفرق ما بين الثلاثه مود او الثلاثه مود للاوبريشن دول بتوع المالتي فايبريتورز يا شباب؟ واضح الفرق ما بينهم؟ تمام تمام. مفيش أسئلة لحد دلوقتي؟ لسه نايمين يا شباب ولا ايه؟ معلش يا دكتور، ايه الفرق تاني بين الليتشز والفليب فلوبس؟ ما بين اللاتشز والفليب فلوب هي في تغيير في طريقه تغيير الستيت. اوكي، يعني ازاي هغير الستيت، لان احنا في الباي ستيبل مالتي فايبريتور كنا بنقول ايه، وانس ان الدايره موجوده على ستيت معينه انا بتدخل واغير الستيت دي. اوكي، يعني اعملها تريجرنج واغير الستيت بتاعتها دي، هتروح للستيت الجديده تفضل مستقره عليها لحد امتى، لحد انا ما اتدخل واغير الستيت. طب طريقه تغيير الستيت بقى هي دي اللي تختلف ما بين اللاتشز والفليب فلوب. تمام، طريقه التريجرنج ديت ان ازاي اعمل لها تريجرنج عشان اغير من الستيت من ستيت لستيت ثانيه، هو ده اللي هيختلف من ما بين اللاتشز والفليب فلوب، وده اللي احنا هنشوفه بالتفصيل لما نيجي ندخل كده وندرسهم الاثنين مع بعض. اول سيركت بقى هناخدها اللي هي الاس ار لاتش. اوكي، طبعا حته مسمى اللاتش دي مقصود بيها حتى بالترجمتها بالعربي كده اللي هي المساك. مساك ليه؟ لانه بيحتفظ بالستيت بتاعته. اوكي، لحد امتى؟ لحد انا ما اتدخل واغير الستيت دي. طب الاس ار لاتش، الاس اختصارا لكلمه ست والار اختصارا لكلمه ريسيت. ست يعني كاني هوضع 1 كيف اللاتش دي، والريسيت يعني معناها ان انا هحط فيها زيرو، يبقى الست تعني ال1 والريسيت بتعني الزيرو. طب لما نيجي نشوف البلوك دايجرام بتاع الاس ار لاتش هنلاقيها بالشكل ده. سيركت ليها اتنين انبوت وليها اتنين اوتبوت، الاوت بتوعها اللي هما الكيو والكيو بار. اوكي، يبقى دايما باخد الاوتبوت والكومبلمنت بتاعه. طب والانبوتس طبعا بتوعنا اللي هما السيت والريسيت، وبالتالي طالما ليها اتنين انبوتس يبقى لها اربعه ستيت. لما نيجي نشوف كده الترو ستيبل بتاعها اهو، ادي الاس والار والكيو، وطبعا الكيو بار هتبقى عكس الكيو. لو انا خليت الاس والار الاثنين بصفار، الاثنين بصفار في الحاله دي بيديني نو تشينج، يعني الكونتنت بتاعتها بتبقى زي ما هي. طيب لو خليت الاس بزيرو والار بواحد يبقى كاني بعمل ريسيت. ريسيت يعني معنى كده ان بحط فيها زيرو، او الكونتنت بتاعتها هتبقى زيرو، يبقى الكيو هيبقى بزيرو. طب لو الاس هي اللي بواحد والار بصفر يبقى كاني بعمل فيها سيتنج. سيتنج يعني بحط فيها واحد. طيب الحاله بقى اللي هي لو الاثنين بوحايد، طبعا الاثنين بوحايد لما نيجي نبص لها كده حاله غير منطقيه. ليه؟ لان انا عمري ما هعمل ست وريسيت في نفس الوقت. اوكي، عشان كده بنقول عليها invalid condition او invalid state، دي حاله غير منطقيه. اوكي، لما نيجي نبص لها برضو لما نيجي نرسم اللوجيك دايجرام كده، اول حاجه لو انا
بعمل ال SR latch ك active high input. active high input امتى؟ يعني تغير لما تبقى ال S بواحد او ال R بواحد اللي هي active high، لكن لو active low يبقى لما يبقى ال S بزيرو او ال R بزيرو بتغير. يبقى هنا لو هي active high يبقى في الحالة دي كان لما نيجي نبص لها كده ان انا عاملها باستخدام النور جيت، النور جيت يعني حته الاكتيف هاي دي ليها علاقه بالنور جيت. ليه؟ لان النور جيت لو انا حطيت في الانبوتس النت يا ابني اي انبوت من الانبوتس بتوعها واحد، يبقى الخارج على طول هيبقى ايه؟ نور جيت. لو انا حطيت اي انبوتس من الانبوتس بتوعها بواحد، يبقى الخارجة على طول بكام؟ النور عكس الايه يا شباب؟ عكس الاور. عكس الاور. الاور لو في اي مدخل من مداخلها بواحد كان الخارجة هيبقى بكام؟ واحد. بواحد. النور بقى لو اي مدخل من مداخلها بواحد هيبقى الخارج؟ صفر. صفر. يبقى على طول هنا عشان كده بنقول عليها اكتيف هاي. اكتيف هاي لان انا لو حطيت اي انبوت بواحد يبقى بصرف النظر عن بقيه الانبوتس او بصرف النظر عن الانبوت الثاني الخارج على طول هلاقيه بصفر. اوكي. طبعا هنا برضو كسيكوينشال سيركت هنلاحظ ان هي عباره عن عندي كروس كابل ده. كابلنج هنا ما بين الاثنين من خلال الكروس كابلنج ده، بمعنى ان انا واخد من الاوتبوت هنا ومرجع للايه؟ للانبوت. بس واخد من الاوتبوت عشان كده بنسميها كروس كابل، ان انا مش واخد من الاوتبوت ومرجع للانبوت بتاع نفس الجيت، لا واخد من الاوتبوت ومرجع للانبوت بتاع الجيت الثاني، وبرده هنا واخد من الاوتبوت بتاع الجيت دي ومرجع للانبوت بتاع الجيت الثاني. فعندي فيدنج باك اهو، في كونكشن من الاوتبوت للانبوت. ليه؟ لان زي ما كنا بنقول ان الاوتبوت عند اي لحظه مش بس هيعتمد على قيمه الانبوتس عند نفس اللحظه، لا بيعتمد على الاوتبوت اللي قبل كده. لان زي ما كنا بنقول لو الاس بصفر والار بصفر هيديني ايه؟ نو تشينج. طب نو تشينج يعني معناها ايه؟ انه هيديني الستيت اللي كانت قبل كده. لو الستيت اللي قبل كده الكيوب واحد والكيوب ار بصفر، يبقى هيفضل ثابت عليها زي ما هي. يبقى معنى كده ان الاوتبوت الجديد اعتمد على الاوتبوت القديم، لان الاوتبوت القديم لما كانت الكيوب واحد والكيوب صفر فالاوتبوت الجديد بقى بنفس الحاله ما اتغيرش. اوكي. طيب هنا لما نيجي نبص كده وتعالوا نشوف كده السيركت هتشتغل ازاي. دلوقتي لو انا حطيت هنا الكيو الاس بزيرو والار بزيرو، لو حطيت الاس بزيرو والار بزيرو يبقى في الحاله دي طالما هنا في زيرو كام وهنا في زيرو، يبقى الاوتبوت الزيرو ده ما هوش افكتيف في النور جيت، لازم ابص بقى الانبوت الثاني شكله ايه. طيب لو هنا في زيرو وفي زيرو وكانت الستيت اللي قبل كده كان الكيو مثلا بواحد والكيو بار بصفر، يبقى الواحد اللي هو الكيو ده هيخش مع الصفر اللي هو الاس، يبقى هنا النور دي عليها صفر وواحد، يبقى على طول الخارج هيطلع ايه؟ صفر. صفر هيخش مع الصفر هيطلع لي من النور واحد، يبقى الاوتبوت هيظل زي ما هو الكيوب واحد والكيوب ار بصفر. يبقى انا لو الاس بصفر والار بصفر هبص الاقي ان الكيو والكيوب ار ما اتغيروش زي ما هما، عشان كده بنقول الحاله دي بتديني نو تشينج. لكن تعال نشوف بقى لو الاس بواحد والار بصفر وكانت الستيت اللي قبل كده مثلا كان الكيو بار بواحد والكيو بصفر، يبقى لو دي بصفر كام ودي بواحد وهنا الاس بزيرو والار بواحد اللي هي وضع الايه، او خلينا ماشيين تبع للتروث تيبل كده عشان زي الفرض اللي احنا فرضناه في البدايه. احنا كنا فرضين ان كانت الكيو بار بصفر والكيو بواحد، وقلنا لما هنا الاس بصفر والار بصفر ادتني نو تشينج، الوضع ما اتغيرش سيبت زي ما هو.
طب تعالى الحالة التانية، لو أنا حطيت الاس بزيرو والار بواحد، مجرد الار ما بقت بواحد يبقى النور دي هتطلع لي ايه؟ صفر في الاوتبوت، يبقى الكيو بقت بصفر. الصفر ده هيروح مع الاس اللي هي بصفر يطلع لي الكيو بار هنا بواحد. يبقى لما حطيت الاس بصفر والار بواحد عملت ريسيت. ريسيت بمعنى ايه؟ ان انا خليت الكيو بقت بصفر. طيب لو حطيت الاس بواحد والار بصفر، دلوقتي خلاص بقت الكيو بصفر والكيو بار بواحد. لو حطيت الاس بواحد، واحد على الاس يبقى بصرف النظر عن الانبوت الثاني هتطلع لي على طول صفر في الاوتبوت. الصفر ده هيجي مع الصفر اللي هو الار هيطلع لي هنا واحد. يبقى لو كانت الاس والار الاثنين بصفر ادتني نو تشينج، لكن لما كانت الاس بصفر والار بواحد ادتني ريسيت. ريسيت يعني ايه؟ يعني بقت الكيوب صفر والكيوب ار بواحد. لو بقت الاس هي اللي بواحد والار بصفر ادتني ست. ست بمعنى ان الكيو بقت بواحد والكيو بار بقت بصفر. طبعا لو الاس والار الاثنين وحيد، طبيعي ان الاوتبوت هيبقوا الاثنين اصفار. بس هل ده منطقي ان تبقى الكيو زي الكيو بار؟ لا، وعشان كده بنقول على الحاله دي invalid condition او unlogic state، لانها حاله غير منطقيه ان يطلع لي الاوتبوت زي الكومبلمنت بتاعه. فالحاله اللي هي الاس بواحد والار بواحد دي بتبقى invalid condition، ما بتتحققش، لان انا منطقي ان انا يا اما احتفظ بالميموري سيل دي بالكونتنت بتاعتها زي ما هي، يا اما احط فيها واحد يحط فيها صفر. اوكي، لكن مش منطقي ان احط فيها واحد وصفر في نفس اللحظه. اوكي، يبقى الحاله الاخيره اللي هي الحاله الرابعه دي invalid condition او unlogic state. واضح يا شباب؟ تمام تمام يا دكتور. تمام، تعال نشوف بقى. لو انا عايز اخلي الاس ار بتاعتي دي اكتيف لوب، اكتيف لوب يبقى معنى كده ان انا هتشتغل مع الاس ار، الاس بار والار بار. اوكي، يبقى في الحاله دي عشان تقدر تديني نفس الفانكشن، فحاجي ادي الاس هي بقت بار، يبقى دي اكتيف لوب اس بار وار بار. هنا برضو لما اجي احط دي كانت الكيو بار، لما اجي احط عليها بار هتبقى كيو دبل بار، يعني كانها كيو. والكيو هنا لما اجي احط عليها بار هتبقى كانها كيو بار. يبقى في الحاله دي بقول على اللاتش دي الاس بار ار بار لاتش، على اعتبار انها اكتيف لو. ولا ان هي كانت اكتيف هاي. يبقى انا هنا لما اجي اكتب التروس تيبل، لو حطيت الاس بار بواحد والار بار بواحد، لو الاس بار بواحد والار بار بواحد يعني كانها الاس بكام والار بكام؟ الاس بصفر والار بصفر، يبقى مفروض انها تديني نفس الحاله اللي هي نو تشينج. طيب لو الاس بار بواحد والار بار بصفر هتتغير، تعمل لي ريسيت. الاس كانها بصفر والار بواحد، لما الار بواحد يبقى كانها عملت ريسيت، يعني ادتني صفر في الاوتبوت. طيب لما الاس بار بصفر والار بار بواحد، يبقى كانها الاس بواحد والار بصفر، يبقى كانها عملت سيتنج، يعني حطيت لي واحد في الاوتبوت. طيب لو الاثنين بصفار، الاس بار والار بار، يبقى ده يعني ان الاس بواحد والار بواحد، وبالتالي يبقى دي الحاله اللي احنا بنسميها الانفاليد كونديشن او الانلوجيك ستيت. يبقى انا هنا الاس بار ار بار لاتش دي عباره عن ايه؟ اوكي، دي عباره عن اكتيف لو انبوت. اوكي، ليه بقى هنا استخدمت الناند عشان تبقى اكتيف لو؟ لان انا في حاله النور
كان لو الانبوت بتاعها بواحد بصرف النظر عن بقية الانبوتس بتطلع لي على طول صفر في الاوتبوت. اوكي؟ لكن بالنسبة للنور لو الانبوت بتاعها بصفر، اوكي، الاوتبوت هيعتمد على بقية الانبوتس. لكن بالنسبة للناند لو في انبوت منها بصفر يبقى بصرف النظر عن بقية الانبوتس هتطلع لي على طول واحد في الاوتبوت، لان الناند عكس الاند، والاند لو في صفر في الانبوت كانت بتطلع لي صفر، لكن الناند لو في صفر في الانبوت يبقى هتطلع لي على طول كام؟ واحد عكس الاند. عشان كده بقت دي تشتغل على الاكتيف لو. في حالة الاكتيف لو بستخدم الناند، لكن في حالة الاكتيف هاي بستخدم النور، لان النور لو فيه ليه حتى 10 انبوت وكان واحد منهم بس هاي يبقى بصرف النظر عن بقية الانبوتس التانية كلها هتطلع لي زيرو في الاوتبوت. لكن الناند كام؟ لو كان ليها عدد كبير من الانبوتس وفي واحد منهم بس لو يبقى بصرف النظر عن بقية الانبوتس كلها هتطلع لي واحد في الاوتبوت. اوكي، يبقى الاس بار ار بار لاتش دي بعملها باستخدام الناند. اوكي، يبقى انا لو اجي برضو هحط الاس بار بواحد والار بار بواحد، يعني كانها الاس بزيرو والار بزيرو. اوكي، يبقى مفروض في الحالة دي تديني ايه؟ ها، لو حاطط الاس بار اوكي بواحد والار بار بواحد، يعني كانها الاس والار الاثنين بكام؟ بالزيروهات اللي هي نو تشينج اس بار، يبقى تديني نو تشينج. طب تعالى نشوف هل هتديني فعلا نو تشينج ولا لا. لو انا حطيت دي اهي بواحد ودي بواحد، اوكي، اجي بقى لو انا فرضت ان الاوتبوت اللي كان قبل كده هنا واحد وهنا زيرو، يبقى الزيرو هيجي مع الواحد طالما في انبوت من الانبوتس بتوع الناند دي بصفر، يبقى بصرف النظر عن الانبوت التاني الاوتبوت على طول هيطلع بكام؟ بواحد. واحد هيجي مع الواحد يديني في الاوتبوت هنا صفر. يبقى مفيش اي تغيير في الستيت بتاعتها، نو تشينج. كانت الكيوب واحد والكيوب بار بصفر، اوكي، لما حطيت الاس بار والار بار الاثنين بواحد ادتني برضو نو تشينج، لان الاس بار بواحد والار بار بواحد كانها الاس والار الاثنين بصفار، وبالتالي بتديني الوضع اللي هو نو تشينج. طيب لو برضو هنا الكيوب واحد والكيوب بار بزيرو، لو انا حطيت الاس بار بواحد والار بار بصفر، ار بار بصفر يعني كانها الار بواحد، واس بار بواحد يعني كانها الاس بصفر. صفر هيخش على الناند كام؟ دي بصفر يعني كانها الكومبلمنت بتاعها بواحد، ودي بواحد يعني كان الكومبلمنت بتاعها بكام؟ بصفر. صفر هيخش على الناند هيدينا على طول في الاوتبوت ايه؟ واحد. واحد هيجي مع الواحد هنا هيديني هنا ايه؟ صفر. طيب يبقى الحاله دي اللي هي حاله الايه؟ الريست. اوكي، ليه مش الار بواحد والاس بزيرو؟ الار هنا الار بار هي اللي بصفر، يعني معناها ان الار بكام؟ بواحد. بواحد، اوكي، وهنا الاس بار بواحد، معناها ان الاس بكام؟ صفر. صفر، يبقى واحد هنا
هيخش على طبعا واحد ملوش تأثير اوكي، لكن هنا على طول الصفر ده لما يخش على الناند هتدي ايه؟ واحد. واحد الواحد هيخش مع الواحد هتدي هنا صفر. صفر. يبقى ده وضع الريسيت. لكن لو انا خليت الاس بار دي بصفر والار بار بواحد يبقى معناها ان الاس بواحد والار بصفر. يبقى ده وضع اللي هو ايه؟ الست. الست. اوكي؟ يبقى في الحالة دي لو خليت الاس بار ب صفر يبقى الاس كأنها بواحد. اس بار بصفر يبقى بصرف النظر عن الانبوت التاني الاوتبوت على طول هيطلع بكام؟ بواحد. واحد هيجي هنا مع الواحد هيطلع لي هنا صفر. يبقى ده وضع الست. يبقى انا دايما سواء كانت بالناند او بالنور الفانكشن بتاعتها واحده اللي هي ليها الوضع ثلاث اوضاع اللي هم نو تشينج وريسيت وست. بس كل الفكره ان فيهم واحده اكتف لو وفيهم واحده اكتف هاي. اللي باستخدام النور بتبقى اكتف هاي واللي باستخدام الناند بتبقى اكتف لو. فعشان اخليهم الاثنين يدوني نفس الفانكشن بدل ما كنت بدخل على النور اس وار بقيت بدخل على الناند اس بار وار بار. لان واحده اكتف لو اللي هي الناند واحده اكتف هاي اللي هي النور. النور لو انبوت من الانبوتس بتوعها كان هاي يبقى بصرف النظر عن بقيه الانبوتس هتديني زيرو في الاوتبوت. لكن الناند اكتف لو ليه؟ لانها لو اي انبوت من الانبوتس بتوعها كان لو بصرف النظر عن بقيه الانبوتس هتديني هاي في الاوتبوت. واضحه يا شباب؟ تمام يا دكتور. دلوقتي بقى لما نيجي نتكلم عن الـ SR latch مع الـ enable. يعني ايه enable input؟ ان انا ضايف input تالت كده مسميه الـ enable. الـ enable ده عشان اعمل control على عملية تغيير الـ output. بمعنى ايه؟ اتحكم في تغيير الـ output. بحيث لو الـ enable بتاعي ده كان high يبقى معنى كده اي تغير هيحصل في الـ input هيظهر في الـ output. لكن لو الانيبل ده بزيرو يبقى معنى كده مهما غيرت في الانبوتس التغيير اللي انا بعمله في الانبوتس ده مش هيظهر في الاوتبوت. ده ليه يا شباب؟ لان دايما في الميموري بيبقى الداتا داخله على اكتر من لوكيشن. لكن اللوكيشن اللي انا عامل له انيبل هو ده اللي بيسمح للداتا انها تخش وتتخزن فيه. لكن بقيه اللوكيشنز كلها تانية طالما ما مش عامل لها انيبل يبقى معنى كده ان الداتا موجوده على الانبوت بس مش هتظهر في الاوتبوت او مش هتخش تتخزن في الريجستر ده. اوكي يبقى معنى كده الاس ار لاتش اوكي لما اجي اعمل لها انيبل الانيبل ده كانه ايه؟ كانه ليفل تريجرد. بمعنى ايه؟ ان انا الليفل بتاع الانيبل لو هاي يبقى اي تغير في الانبوت هيظهر في الاوتبوت. لكن لو الانيبل ده لو يبقى معنى كده مهما غيرت في الانبوت التغير اللي في الانبوت ده كله ما بيظهرش في الاوتبوت. الاوتبوت على طول نو تشينج. يبقى نفس الترو ستيبل بتاعي اهو لما نيجي نشوف الانيبل اس ار لاتش اهي ادي الاس والار وضفت انبوت ثالث كده اللي هو انيبل. الانيبل ده لو بصفر يبقى مهما غيرت هنا مش هيظهر في الاوتبوت. يعني الاوتبوت بتاعي نو تشينج. لكن لو الانيبل ده هاي يبقى اي تغير في الانبوت بيظهر في الاوتبوت. لان زي ما بنقول تخيل كده ان انا عندي اربعه فليب فلوب ورا تحت اربعه لاتش ورا بعض كده اس ار لاتش اوكي والاس والار مدخلهم على الاربعه. يعني الاس داخله
كواحد على الأربعة والآر دخلة كصفر على الأربعة. أوكي؟ لكن الإنيبل بتاع الأولانية بس هو اللي بواحد والإنيبل بتاع التلاتة اللي تحت كلهم بصفار. يبقى أي واحدة إن هتعمل سيتنج اللي هي الأولانية بس هي اللي هيظهر لي في الأوتبوت بتاعها واحد، لكن الباقيين كلهم هيديني نو تشينج، مش هيغيروا الأوتبوت بتاعهم. ليه؟ لأن الأولانية بس هي اللي معمول لها إنيبل. يبقى أنا لو دخلت الداتا على أكتر من اس آر لاتش، أوكي، اللي معمول لها إنيبل بس هي اللي الداتا دي هتظهر في الاوتبوت بتاعها، لكن الباقيين كلهم اوكي مش هيتغيروا، لكن هيثبتوا على الوضع القديم بتاعهم اللي هو النو تشينج. فعشان كده بضيف الانبوت اللي هو الانيبل ده عشان اقدر اتحكم، او ككنترول انبوت عشان اقدر اتحكم في تغيير الاوتبوت، امتى الاوتبوت يتغير. اوكي، يبقى الاوتبوت مش هيتغير الا لو كان الانيبل خالي، لكن لو الانيبل بزيرو مهما انا غيرت في الانبوتس الاوتبوت ما بيتغيرش. طب لما نيجي نشوف الترو ستيبل برضو اهو، ادي دلوقتي بقى عندي ثلاثة انبوتس الاس والار والانيبل، لو الانيبل بصفر اهو مهما غيرت في الانبوتس الاوتبوت نو تشينج. لكن لو الانيبل بتاعي بواحد يبقى كأن الترو ستيبل هيتحقق زي ما هو، الحالة اللي هي 0 0 هيديني نو تشينج، اوكي، الاس ب 0 والار ب 1 هيديني ريسيت، الاس ب 1 والار ب 0 هيديني سيت، الاس ب 1 والار ب 1 هيديني الانفاليد كونديشن. يبقى التيبل بتاعي هيتحقق هنا بالظبط اهو. لكن في الحالة الأولانية دي لو ان الانيبل ب 0 يبقى مهما غيرت في الاس والار هتديني نو تشينج. اوكي، طب تعالوا نشوف السيركت كده اللوجيك دايجرام بتاعها. احنا قلنا في فرق ما بين اللوجيك دايجرام والبلوك دايجرام، ده بنسميه اللوجيك دايجرام، لكن الشكل الاولاني ده كنا بنسميه ايه؟ ده بنسميه ايه؟ بلوك دايجرام. يبقى ده البلوك دايجرام، اوكي، لكن ده اللي هو اللوجيك دايجرام. طيب اهو تخيل كده لو انا حطيت الانيبل دي بزيرو، زيرو على الناند، يبقى بصرف النظر عن الانبوتس الثانيه الاوتبوت هنا هيطلع لي ايه؟ واحد. واحد، يبقى هنا واحد وهنا واحد. لما كانت الاس بار بواحد والار بار بواحد معناها ان الاس بكام؟ بزيرو والار بزيرو، والار بصفر، يبقى هتديني نو تشينج. يبقى انا هنا مهما غيرت في الاس والار طالما الانيبل بزيرو يبقى دول على طول ضامن انهم بوحيد، وطالما ان دول بوحيد يعني الاس والار بصفار، يعني كان الاوتبوت نو تشينج. لكن لو الانيبل جيب واحد يبقى خارج الناند دي هيعتمد على الاس، وخارج الناند دي هيعتمد على الار. اوكي، وعشان كده بنقول لو الانيبل بواحد يبقى الخارج هيعتمد على الاس والار، لكن لو الانيبل بزيرو بصرف النظر عن الاس والار بتديني نو تشينج في الاوتبوت. اهو لو الانيبل دي بواحد، وتخيل كده الاس هنا بواحد والار بصفر، اوكي، اس بواحد يبقى واحد واحد هتديني هنا ايه على طول؟ صفر. صفر هنا واحد وهنا صفر، يبقى هتديني هنا واحد، يبقى الاس بار بصفر والار بار بواحد. طالما الاس بار المدخل ده بصفر يبقى بصرف النظر عن الانبوت التاني هيديني على طول في الاوتبوت كام؟ واحد. واحد، يبقى الكيو بقت بواحد. طبعا واحد هيجي مع الواحد يديني هنا صفر، يبقى عملت سيتنج. يبقى شرط ان اي تغير في الانبوت يظهر في الاوتبوت ان الانيبل يكون بكام؟ بواحد. بواحد، لكن لو الانيبل بزيرو يبقى مهما غيرت في الانبوت في الاس والار اوكي التغير ده ما بيظهرش في الاوتبوت، الاوتبوت بيظل على الحاله القديمه بتاعته اللي هي النو تشينج.
يبقى دي الانيبلد اس ار. طيب لما نيجي نبص بقى كده، هل دلوقتي انا عندي اربع حالات في الترو ستيبل اهو لو الانيبل بواحد. طيب لو انا خدت الحالتين اللي في النص دول، يعني سبتني من الحالتين المتشابهين دول، اجي ابص للحالتين اللي في النص دول، لو الاس بزيرو والار بواحد هيطلع لي الاوتبوت بصفر، لو الاس بواحد والار بصفر هيطلع لي الاوتبوت بواحد. يعني دايما الاوتبوت هنا طالع لي زي الايه؟ الاس. الاس. عشان كده لو انا جيت حطيت ما بين الاس والار انفرتر، يبقى في الحاله دي دايما الاس هتبقى عكس الار. لو الاس بصفر الار بواحد، لو الاس بواحد الار بصفر، وبالتالي يبقى انا عمر الحالتين المتشابهين دول ما هيتوجدوا عندي. يبقى انا دلوقتي لو خدت، طالما حطيت انفرتر ما بين الاس والار بالشكل ده كده اهو، يبقى انا اللي كان داخل على الاس هنا هو اللي هيظهر لي فين؟ كيو. عشان كده بنسميها الدي تايب لاتش. الدي لاتش المقصود بيها ايه؟ دي اختصار لكلمه الداتا. يبقى الداتا اللي انا حاططها لو الداتا دي بصفر يبقى هيظهر لي صفر في الاوتبوت، لو الداتا دي بواحد يبقى هيظهر لي واحد في الاوتبوت. اوكي؟ ليه؟ لان انا لو حطيت الدي دي بصفر يبقى الاس بصفر والار هتبقى بواحد، يبقى يعمل لي ريسيت. ريسيت يعني الكيو هتطلع لي بصفر. طيب لو حطيت الدي بواحد يبقى الاس بواحد والار بصفر، يبقى هتديني، هتعمل لي عمليه سيتنج اللي هي هتخلي لي الاوتبوت بواحد. يبقى دايما اللي انا مدخله هو اللي هيظهر لي في الاوتبوت، سواء لو حاطط واحد في الانبوت هيظهر لي واحد في الاوتبوت، لو حاطط صفر في الانبوت هيظهر لي صفر في الاوتبوت. عشان كده بنسمي دي اللي هي الدي لاتش او الدي، طبعا زي ما قلنا اختصار لكلمه الداتا. يبقى انا لو حاطط اي داتا في الانبوت، الداتا في الباينري عباره عن ايه؟ يا زيرو يا 1، هي دي الداتا بتاعتي. يبقى انا لو حاطط 0 هيظهر لي في الاوتبوت 0، لو حاطط 1 هيظهر لي في الاوتبوت 1. ده بشرط ايه؟ ان الانيبل تكون ايه؟ واحد. واحد. يبقى انا لو عامل كده 10 دي لاتش ورا بعض ومدخل الداتا عليهم كلهم، اللاتش الوحيده اللي معمول لها انيبل او الانيبل بتاعها بواحد هي اللي هتظهر لي الداتا اللي اتوجدت في الانبوت دي، هتظهرها لي في الاوتبوت. لكن الباقيين كلهم طالما الانيبل بتاعهم بزيرو، اوكي، يبقى الداتا مش هتتنقل من الانبوت بتاعهم للاوتبوت. اوكي، عشان كده الدي لاتش دي هي اللي احنا بنستخدمها في الميموري. اوكي، يبقى انا عايز استور الداتا بتاعتي، والداتا دي عباره عن يا 1 يا 0. يبقى في الحاله دي اللاتش اللي انا هبقى حاطط عليها كيم الانيبل بتاعها بواحد هي اللي هتنقل الداتا اللي موجوده على الانبوت تنقلها للاوتبوت. اوكي، لكن لو الانيبل بتاعها بزيرو يبقى اي تغير بيحصل في الانبوت او الداتا اللي موجوده في الانبوت دي مش هتقدر تتنقل للاوتبوت. واضحه يا شباب؟ طبعا ده البلوك دايجرام بتاع الدي لاتش. اوكي، خلاص معروف. لما يجي نشوف البلوك دايجرام ده كده يبقى احنا عارفين دي، طالما دي لاتش يبقى دي كانت اس ار لاتش. اوكي، بس انا قفلت ما بين الاس والار عن طريق ايه؟ انفرتر. وبالتالي بقى اللي موجود على الانبوت بيظهر زي ما هو في الاوتبوت، شرط ان الانيبل تكون بواحد. اوكي، يبقى هنا ملهاش بقى ثلاثة انبوت الدي لاتش، ده بقى لها اتنين انبوت بس، الجي والانيبل. اوكي، واضحه يا شباب؟ تمام. ها، حد هيسال؟ لا.
شايف كان في زميلة كده كانت بتسأل على حاجة أو بتستفسر على حاجة. مفيش حد عايز يسأل على حاجة يعني. يبقى ده البلوك دياجرام بتاع الدي لاتش. بالشكل ده. كيم؟ الداتا بتاعتي يا إما واحد يا إما زيرو. لو الانيبل بواحد يبقى الداتا هتظهر في الاوتبوت زي ما هي. لكن لو الانيبل بزيرو الاكس دي معناها دونت كير، معناها ايه؟ بصرف النظر عن الانبوت كان ايه؟ كان واحد او كان زيرو، يبقى الاوتبوت على طول هيبقى نو تشينج. يبقى الاكس لما نلاقي الاكس في التروث تيبل كده يبقى معناها دونت كير. دونت كير دي معناها ايه؟ معناها ايا كانت حالتها سواء واحد او بصفر، مهما كانت حاله الدي طالما الانيبل بصفر يبقى الاوتبوت على طول هيبقى نو تشينج. يبقى بدل ما اقعد اكتب الحالات المتغيرات بتاعه الدي كلها واحد وصفر، لا احطها دونت كير. دونت كير دي المقصود بيها انها سواء واحد او صفر، كي طالما الانيبل بصفر يبقى على طول ايا كانت حاله الدي الاوتبوت نو تشينج. لو عايزين برضو زي ما كنا بنقول ان دايما بنستخدم في الديجيتال سيركتس بنستخدم يا اما الناند فقط يا النور فقط، وبالتالي حتى الانفرتر اللي انا بعمله في الدي لاتش بعمله برضو باستخدام الايه؟ الناند. الناند عشان تبقى السيركت كلها ناند. فشوف بقى اللاتش دي اهي، دي كلها عشان اخزن فيها ايه؟ 1 bit. اوكي طيب ال 1 bit دي اللاتش، لسه هناخد الفليب فلوب. لكن اللاتش دي عشان اخزن فيها 1 bit كام جيت؟ 5 ناند. الناند دي طبعا بتتعمل باستخدام الترانزستور زي ما كنا بنتكلم في الترم الاولاني، او باستخدام طبعا الاور والاور والاند بيتعملوا باستخدام الديود او باستخدام الترانزستور. لكن الانفرتر ما اقدرش اعمله الا باستخدام الترانزستور زي ما كنا بنتكلم كده. الترانزستور لو دخلت له لو كي يبقى في وضع الكاتوف يديني الاوتبوت هاي، لو دخلت له هاي يبقى في وضع الساتوريشن يقوم يديني في الاوتبوت لو. وبالتالي كنا استخدمنا الترانزستور كده في اننا نعمل منه الناند جيت والنور جيت. اوكي فتخيل بقى لو ناند كده بعملها بالترانزستور يبقى انا هحتاج في الحالة دي لثلاثة ترانزستور. اوكي طيب الثلاثة ترانزستور دولت او اتنين ترانزستور، حتى لو هنقول اتنين ترانزستور يبقى اتنين ترانزستور في خمسة ادي 10 ترانزستور. يبقى انا محتاج لعشرة ترانزستور. اوكي طبعا انا كنت بقول ثلاثة لان اللود كمان المقاومة اللي كنا بنحطها ار سي دي بنحطها برضو كاكتف لود، يعني بنحطها كترانزستور. فعشان كده بنبص نلاقي، لكن لو سيبنا من ده كله على الاقل 10 ترانزستور. يبقى عشان اعمل كي ميموري سيل اخزن فيها 1 بت فانا محتاج لكام ترانزستور؟ 10 ترانزستور. هما في الواقع هيبقوا ازيد من كده لان المقاومه اللي هي الار سي دي بستخدمها كمان بحطها كاكتف لود عباره عن ترانزستور. فبيبقى عدد الترانزستورز كبير، ده بستخدمه عشان بس اعمل ميموري سيل اخزن فيها 1 بت. طب تخيل لو بايت 8 بت يبقى هضرب عدد الترانزستورز ده في 8. لو كيلو بايت يبقى هضرب عدد الترانزستورز ده في 1024. لو ميجا هضرب عدد الترانزستور ده كله في 1024 كمان. اوكي فعشان كده بيبقى التشيب دي عليها عدد مهول من الترانزستور. اوكي فبس ده على اساس نبقى متخيلين كده ان السيركت دي كلها عشان اخزن فيها 1 بت يا واحد يا زيرو. طب والجيتس دي بتتعمل من ايه؟ دي بتتعمل من الترانزستور. طب وكل جيت محتاجة أكتر من ترانزستور، يبقى يا ترى عدد الترانزستورز اللي أنا هستخدمه ده عشان أعمل ميموري سيل واحدة أخزن فيها 1 بت. وبالتالي ده يديني اللي تشيب اللي أنا بشوفها كميموري دي أتخيل فيها
كم الالاف او مئات الالاف او الملايين من الترانزستورز اللي متصنعين على نفس التشيب دي عشان يعملوا لي ميموري اقدر اخزن فيها الكم ده من الداتا. يبقى هنا دي اللي هي دي لاتش باستخدام الناند. هل اللاتش سيركت دي بقى تعتبر ملائمة بالنسبة للسينكرونس لوجيك سيركت؟ سينكرونس لو تفتكروا في البداية خالص كنا بنصنف السيكوينشال على انها نوعين سينكرونس واسينكرونس، وكنا بنقول ان السينكرونس الاوتبوت بيتغير عند لحظات محددة، الاسينكرونس الاوتبوت بيتغير at any time. طيب هل اللاتش دي تعتبر سينكرونس لوجيك سيركت؟ لا. ليه؟ لان الاوتبوت هنا ما بيتغيرش عند لحظات محدده، لا ده طول ما الانيبل هاي اي تغير بيحصل في الانبوت، طول ما الليفل بتاع الانيبل هاي اي تغير في الانبوت بيظهر في الاوتبوت. اوكي، لكن السينكرونس لوجيك سيركت بيبقى الاوتبوت بيتغير عند لحظات محدده، عشان كده بخلي بتحكم في لحظه تغيير الاوتبوت دي من خلال ما يسمى بالكلوك. يبقى انا هاجي بدل الانيبل استخدم كلوك بلس واخلي الاوتبوت يتغير عند لحظات محدده من البلس دي. ايه هي اللحظات المحدده دي؟ يا اما عند البوزيتيف ايدج يا النيجاتيف ايدج بتاعت البلس. يبقى يا اما البلس هي طالعه من الرايزنج ايدج كده اللي هي طالعه من الزيرو للهاي، يا اما وهي نازله من الهاي لللو. عشان كده بنقول ايدج تريجرنج. ايدج تريجرنج يبقى هنا الاوتبوت هيتغير مع عند الايدج دي، يا اما البوزيتيف ايدج يا اما النيجاتيف ايدج. لكن بالنسبه للاتش هي لا، دي ليفل تريجر. ليفل تريجر بمعنى ايه؟ بمعنى ان الانيبل طول ما هي هاي اي تغير في الانبوت يظهر في الاوتبوت. اوكي، لكن انا عشان اخليها سينكرونس لوجيك سيركت يبقى عايز اخليها تغير عند لحظات محدده. طب اللحظات المحدده دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن باجي ادخل كلوك واخليها تغير عند الاتش بتاعت الكلوك. وعشان كده كنا بنقول الفرق ما بين اللاتش والفليب فلوب هي في لحظة أو في طريقة تغيير الستيت. يبقى أنا هنا كي اللاتش الستيت بتتغير كي تبعا للليفل تريجر تبعا للإنيبل. لو كانت الإنيبل هاي يبقى الأوتبوت أي تغير في الإنبوت هيظهر في الأوتبوت، لكن الفليب فلوب بتبقى ايدج تريجرد. ايدج تريجرد بمعنى ايه؟ انها بتغير عند لحظات محدده. اللحظات المحدده دي اللي هي الايه؟ يا اما البوزيتيف ايدج يا النيجاتيف ايدج بتاعت الكلوك. يبقى ده الفرق ما بين اللاتش والفليب فلوب. اللاتش بنقول عليها ليفل تريجرد. ليفل تريجرد بمعنى ايه؟ بمعنى ان لما يكون الليفل بتاع الانيبل هاي هتغير، يبقى طول ما هو هاي اي تغير في الانبوت بيظهر في الاوتبوت. لكن الفليب فلوب لا، بتغير عند لحظات محدده اللي احنا بنسميها ايدج تريجر. ايدج تريجر يبقى انا هدخل كلوك بدل الانيبل وهتغير كي مع البوزيتيف ايدج او النيجاتيف ايدج بتاعت الكلوك. اهو دي الكلوك اس ار لاتش. اهو بدل الطرف اللي انا كنت بدخل عليه الانيبل، لا هدخل عليه هنا ايه؟ الكلوك بتاعتي. والكلوك هي بتغير مع الايدج بتاعت الكلوك، الايدج بتاعت الكلوك اللي هي يا اما البوزيتيف ايدج يا النيجاتيف ايدج. طب لو انا عملت المثلث ده كده بدون ما احط السيركت هنا يبقى كانها بتغير مع البوزيتيف ايدج. لو حطيت انفرتر هنا كده يبقى كانها بتغير مع النيجاتيف ايدج. يبقى انا لما اشوف من البلوك دايجرام كده اعرف على طول الكلوك دي اس ار لاتش دي
اسف الكلوك دي اس ار فليب فلوب دي بتغير مع البوزيتيف ايدج او النيجاتيف ايدج، يبقى دي عباره عن بوزيتيف ايدج اس ار فليب فلوب، دي نيجاتيف ايدج اس ار فليب فلوب. يبقى مجرد ما لقيت هنا كلوك بدل الانيبل يبقى دي على طول بقت فليب فلوب. اوكي، وهنا بتغير مع الايدج، يبقى دي بوزيتيف ايدج اس ار فليب فلوب ودي نيجاتيف ايدج اس ار فليب فلوب. طب تعالوا نشوف كده ازاي هتغير مع الكلوك اهو. يبقى انا هنا حاجه، يبقى دي لو شغاله على البوزيتيف ايدج بتاعه الكلوك اوكي، يبقى هنا الاس والار يتغيروا زي ما يتغيروا، لكن اللقطه هاخدها امتى؟ مع البوزيتيف ايدج بتاعت الكلوك. لما تيجي البوزيتيف ايدج دي هتشوف حاله الاس والار كان شكلهم ايه، وبالتالي الاوتبوت يتغير طبعا لقيمه الاس والار. لكن لو الكلوك بالهاي او الكلوك باللو او مع النيجاتيف ايدج بتاعت الكلوك مفيش اي تغيير. التغيير اللقطه بتتاخد في لحظه محدده، لحظه محدده اللي هي امتى؟ مع البوزيتيف ايدج او مع النيجاتيف ايدج، على حسب. طالما حط لي السهم هنا كده مع البوزيتيف ايدج يبقى هتغير في اللحظه دي اهو. نشوف كده اهو، يبقى الاس والار بالنسبه للكلوك في اي مكان عدا الايدج لو هي شغاله مع البوزيتيف ايدج اوكي، يبقى لو الكلوك بتاعتي دي كانت هاي او كانت لو او كانت في النيجاتيف ايدج مفيش اي تغيير اوكي، يديني نو تشينج. لكن مع البوزيتيف ايدج بتاعت الكلوك هتغير اوكي، يبقى مع البوزيتيف ايدج بتاعت الكلوك في تغيير، لكن بخلاف البوزيتيف ايدج بتاعت الكلوك لا، الاوتبوت نو تشينج. طب تعالوا نشوف برضو ازاي اعمل دي تايب فليب فلوب. نفس الوضع اللي كنا بنعمل بيه الدي تايب لاتش، بس كل الاختلاف ان انا هستبدل الانيبل بالكلوك اهو. يبقى الداتا هتتنقل من الانبوت للاوتبوت مع ايه؟ مع هنا على الشكل ده كده مع البوزيتيف ايدج. لكن لو جيت حطيت هنا انفرتر كده دايره كده يبقى كانها هتشتغل مع النيجاتيف ايدج، يبقى الداتا مش هتتنقل الا مع البوزيتيف ايدج. طيب تعالوا نشوف برضو ادي اللوجيك دياجرام بتاعها، هي نفس الشكل بتاع الاس الانيبلد اس ار لاتش اوكي اهو، الجزء ده الانيبلد اس ار لاتش، ودي كده بقت الدي لاتش، بس الدي لاتش كان هنا بدل الكلوك كان هنا مكتوب ايه؟ انيبل. لكن بالنسبه للدي جيم فليب فلوب يبقى في الحاله دي بدل الانيبل هيبقى الكلوك، وهتشتغل الداتا هتتنقل من الانبوت للاوتبوت مع البوزيتيف ايدج بتاعت الكلوك. لكن لو الكلوك هاي او الكلوك لو او مع النيجاتيف ايدج اوكي، الداتا مش هتتنقل نو تشينج، الاوتبوت نو تشينج. لكن الداتا هتتنقل بس امتى او الاوتبوت يتغير امتى؟ مع البوزيتيف ايدج بتاعت الكلوك. طب تعالوا نشوف كمثال كده اهو، يعني مع البوزيتيف ايدج بتاعت الكلوك لو الداتا بواحد هيطلع لي في الاوتبوت بواحد، لو بزيرو هيخرج لي بزيرو اوكي. دي اللي هي الدي تايب فليب فلوب اوكي، والدي تايب فليب فلوب هي اللي احنا هنستخدمها في الريجسترز والشيفت ريجسترز اللي احنا الشابتر اللي بعد كده اللي احنا هناخده. طيب ما زال برضو مشكله الدي فليب فلوب اسف الاس ار فليب فلوب او الاس ار لاتش، طبعا الدي انا ما خدتش الحالتين اللي هم المتشابهين الزيرو والزيرو والواحد والواحد، خدت الحالتين بس اللي هم المختلفين عشان حطيت انفرتر ما بين الاس وما بين
الار، وبالتالي خدت الحالتين اللي مختلفين بس. لكن بالنسبه للاس ار فليب فلوب او بالنسبه للاس ار لاتش، ما زالت المشكله في الحاله الرابعه اللي هي الانفاليد كونديشن، اللي هي الانلوجيك ستيت، اللي هي لما يبقوا الاثنين بواحد. عشان كده قدرت اعالج المشكله بتاعت الاس ار فليب فلوب دي باستخدام ما يسمى بالجيكي فليب فلوب. يبقى الجيكي فليب فلوب ده الموديفيكيشن اللي انا عملته على الاس ار فليب فلوب عشان اتغلب على الحاله اللي هي الانفاليد كونديشن، ان بدل ما كانت بتديني انفاليد كونديشن لا خليها تديني الكومبلمنت بتاع الاوتبوت. يعني لو الكيو كانت بواحد والكيو بار بصفر، وجيت دخلت بدل الاس والار بقى هيبقى اسمها جي كي. لو دخلت على الانبوتس اللي هي الجي والكي الاثنين وحيد، هبص الاقيها تديني الكومبلمنت بتاع الاوتبوت. لو الكيو كانت بواحد والكيو بار بصفر، لا تديني الكومبلمنت، يعني الكيو تبقى بصفر والكيو بار بواحد. يبقى الجي كي فليب فلوب ده تعديل او عالجه المشكله اللي كانت موجوده في الاس ار فليب فلوب، ان الاس ار فليب فلوب ما كانتش بتستقبل الحاله اللي هي واحد وواحد، لكن الجي كي فليب فلوب لا، ممكن الانبوت بتوعها يكونوا الاثنين وحيد، وفي الحاله دي هتديني اوتبوت اللي هو الكومبلمنت بتاع البريفيوس اوتبوت. يبقى البريفيوس اوتبوت كان شكله ايه؟ هي هتديني الكومبلمنت بتاع البريفيوس اوتبوت. اوكي، يبقى دلوقتي بالنسبه للجي كي فليب فلوب هيبقى عندي اربع حالات بقى، عندي نو تشينج، وعندي ان الاوتبوت سيت والاوتبوت ريسيت، والحاله الاخيره اللي هي الكومبلمنت كمان. اوكي، يبقى يا اما نو تشينج، يا اما الاوتبوت بواحد، يا اما الاوتبوت بزيرو، يا اما الكومبلمنت بتاع البريفيوس اوتبوت. اوكي، يبقى ده تعالوا نشوفها كده. ادي البلوك دياجرام بتاع الجي كي فليب فلوب. اوكي، طبعا طالما انها فليب فلوب يبقى في الحاله دي شغاله على الايدج تريجرد، ايدج تريجرد، وهنا يبقى كانها نيجاتيف ايدج تريجرد جي كي فليب فلوب. طيب تعالوا نشوف التروس تيبل بتاعها، او دي اللي هي اللوجيك دياجرام في البدايه. اللوجيك دياجرام اهو، انا عالجت مشكله الانفاليد كونديشن دي ازاي؟ اوكي، ان انا جيت عملت فيدنج باك كده، بس من ايه؟ خدت من الكيو بار اوكي كفيدباك للانبوت اللي هو كان مكان الاس كده، اللي هو على الناند جيت اللي هي كان داخل عليها الاس، اللي هي في الحاله دي لان عدلت في شكل الدايره فهسميها في الحاله دي الجي، وخدت من الكيو فيدنج باك كده ودخلته على الانبوت ناند دي اللي هي كان داخل عليها الار، او داخل عليها دلوقتي هيبقى الكي. طب الفيدنج باك ده هو اللي هيلغي لي حاله الانفاليد كونديشن، وهيستبدلها بحاله الكومبلمنت. طب عايزين نشوف الكلام ده هيتم ازاي. تعالى دلوقتي نفترض كده الاوتبوت باي حاله، البريفيوس اوتبوت باي ستيت، سي مثلا ان الكيو كانت بواحد والكيو بار كام؟ بصفر، وهنحط الجي والكي الاثنين بواحد. طبعا الكلوك المفروض هتبقى مع الايدج بتاعتها. اوكي، طيب يبقى انا هنا لو حطيت الكيوب واحد والكيوب بار بصفر، وجيت حطيت الجي والكي الاثنين بواحد، نشوف بقى هتغير ازاي. طبعا انا هنا شغال مع البوزيتيف ايدج، خلاص دي كانها هاي، الجي بواحد كانها هاي، الكي بواحد كانها هاي برضو، يبقى الخارج بتاع الناند هيعتمد على الطرف ده.
اللي هو الاخضر ده اللي جاي من الفيدنج باك. هنا الكيو بار كانت بصفر والكيو كانت بواحد. كيو بار بصفر يبقى صفر اهو هيخش على الناند دي هتطلع لي في الاوتبوت هنا ايه؟ يا شباب طلع واحد يا دكتور تطلع واحد اوكي. طيب يبقى هنا طالع واحد اوكي. طيب واحد اوكي وده كان ايه؟ صفر. مش الكيو بار كانت بصفر؟ يبقى صفر هيخش مع الواحد هيطلع لي ايه؟ تاني يا شباب انتوا بس متخيلين في البداية الجي كي الوظيفة بتاعتها ايه؟ انها بتعالج المشكله اللي كانت موجوده في الاس ار فليب فلوب. ايه المشكله اللي كانت موجوده في الاس ار فليب فلوب؟ الحاله اللي هي ايه؟ الانفاليد كونديشن، ان لما كان بيبقى الاس والار الاثنين بواحد كانت في الحاله دي بتديني ايه؟ انفاليد كونديشن. ده الاس ار فليب فلوب. الجي كي فليب فلوب انا هعالج بيها المشكله اللي كانت موجوده في الاس ار فليب فلوب دي، بحيث ان لما تبقى الجي والكي الاثنين واحد يديني الكومبلمنت بتاع الاوتبوت. يبقى لو كان الاوتبوت بكونديشن معينه يبقى على طول هيحصل له كومبلمنت. واضحه يا شباب؟ واضحه الفكره لحد كده؟ فينكم يا شباب؟ موجودين يا دكتور موجودين. طب شباب لو في حاجه مش فاهمينها قولوا نعيدها تاني مره واثنين وثلاثه وعشرة، المهم انها تبقى واصله. ايه المشكله؟ العمليه فصلت من اول فين؟ دكتور طب ممكن تعد الرسم من الاول؟ اوكي رسمة من أول إيه؟ رسمة دي يعني؟ اللي هي بتاعت اللوجيك. أوكي، يعني إحنا قلنا كل الفكرة إن أنا عالجت المشكلة دي إزاي؟ إيه التعديل اللي أنا عملته على الإس آر فليب فلوب؟ الإس آر فليب فلوب كانت هي الشكل اللي في النص ده بدون الخطين اللي بالأخضر دول. وكان هنا إس وهنا آر. أهي. اللي هي كانت الشكل ده أهو. ادي الاس ار فليب فلوب خلاص. انا كل التعديل اللي عملته ايه؟ ان خدت من الكيو سلكه كده وصلتها من الكيو بار دي للانبوت بتاع الناند دي، وخدت سلكه من الكيو دي وصلتها بالانبوت بتاع الناند دي. وفي الحاله دي بدل ما سميتها اس ار سميتها جي كي فليب فلوب. يبقى دي اللي هي الاس ار فليب فلوب. بس كانت مشكلتها ايه؟ ان لما تبقى الاس بواحد والار بواحد بتديني invalid condition في الاوتبوت. خلاص؟ التعديل اللي انا عملته فيها في ايه؟ ان انا عايز اعالج المشكله بتاعت invalid condition دي. الحاله الغير منطقيه دي. فعملت ايه التعديل اللي انا عملته؟ ان خدت من الكيو دي وصلت للانبوت بتاع الناند دي، وخدت من الكيو بار وصلت بالانبوت بتاع الناند اللي داخل عليها الاس دي. وفي الحاله دي بدل ما سميتها اس ار سميتها جي كي. يبقى الجي كي ده تعديل على الاس ار فليب فلوب من خلال الفيدباك اللي انا عملته ده.
خلاص. طب التعديل اللي انا عملته ده عملته ليه؟ عشان اعالج مشكله الانفاليد كونديشن، انها بدل ما كانت بتديني انفاليد كونديشن او انلوجيك ستيت، لا هتديني الكومبلمنت بتاع البريفيوس اوتبوت. يبقى حاله نو تشينج وحاله ست وحاله ريسيت، والحاله الاخيره بدل ما كانت انفاليد كونديشن لا هتبقى الكومبلمنت. كومبلمنت يعني ايه؟ يعني الاوتبوت يقلب، بدل ما كانت الكيوب واحد والكيوب ار بصفر، لا هتبقى الكيوب صفر والكيوب ار بواحد. خلاص واضحه كده؟ اه تمام. طيب نرجع بقى نشوف الرسمه بتاعتنا اهي. ادي الجي كي فلي فلوب اهي، كل اللي انا زودته عن الاس ار السلكتين دول اللي بالاخضر دول، الفيدنج باك ده اللي انا خدته من الاوتبوت للانبوت، خدت من الكيو اهو ليه، من الكيو للدخل بتاع الناند دي، ومن الكيو بار للدخل بتاع الناند دي. طيب ازاي بقى دي هتعالج لي المشكله؟ في الاس ار كان لو هنا واحد وهنا واحد بيديني invalid condition، لا هنا لو عايز لو واحد وواحد يديني الكومبلمنت بتاع الاوتبوت. فقلنا طيب احنا هنفترض الاوتبوت باي حاله؟ انا هفترض الاوتبوت بايه؟ بان هنا مثلا الكيو اهي بصفر والكيو بار بواحد. خلاص وخليكم ماشيين معايا واحده واحده كده عشان ما ننساش. يبقى هفترض ان الكيوب كام؟ بصفر. بصفر والكيو بار بواحد. طيب وانا حاطط الجي والكي الاثنين واحد. طب دلوقتي الصفر ده اهو هيجي يخش هنا على الناند. الناند دي لما اجي اشوف الانبوتس بتوعها، هنا هاي وهنا هاي وده بصفر، يبقى الاوتبوت على طول بتاعها بكام؟ بواحد. بواحد، يبقى هنا بواحد. خلاص؟ طيب اجي هنا الناند الثانيه دي، ده هنا كان بكام؟ بواحد. بواحد. يبقى هنا واحد واحد وواحد، يبقى دي خارجاها بكام؟ بصفر. صفر. صفر هنا بصرف النظر عن الانبوت التاني يديني ايه؟ يديني صفر في كيو. في الناند. في الناند واحد. هو بصفر بصرف النظر عن الانبوت التاني ده هيديني ايه؟ واحد. واحد. يبقى الكيو بقت بواحد. طبعا الواحد ده هيجي هنا مع الواحد اللي كان طالع لي من هنا يديني هنا ايه؟ صفر. صفر. يبقى كانت الكيو في الاول بصفر والكيو بار بكام؟ بواحد. بواحد. قلبت دلوقتي بقت الكيو بواحد والكيو بار بصفر. بصفر. اوكي؟ واضحه كده ولا نقولها كمان مره؟ نقولها. واضح. نقولها تاني برضه. دلوقتي لو بفرض حتى ان الكيو بواحد والكيوب ار بصفر. خلاص؟ لو الكيوب واحد والكيوب ار بصفر. طيب هنا جيب واحد. واحد هيخش مع الواحدين دول هيبقى هنا كام؟ صفر. صفر بصرف النظر عن الانبوت الثاني هيطلع لي هنا كام؟ واحد. واحد. اوكي؟ فالكيوب ار بقت بواحد. طبعا هنا دي ده كان ايه؟ كان واحد. مش احنا فرضين في البدايه ان ده بواحد وده بصفر؟ اه اه اه. فده كان بصفر. صفر. صفر. هيخش مع الواحدين هنا هيطلع لي هنا واحد. واحد. واحد مع الواحد ده هيخرج لي هنا ايه؟ صفر. صفر. يبقى لما كانت الكيو البريفيوس ستيت ان كانت الكيو بواحد والكيو بار بصفر. اوكي؟ البريزنت ستيت هتبقى الكيو هي اللي بصفر والكيو بار بواحد. يبقى
لو انا حطيت الجي والكي الاثنين بوحيد هنا عمل ايه للاوتبوت؟ عمل له كومبلمنت. يبقى انا عالجت المشكله اللي كانت موجوده في الاس ار فليب فلوب، انها بدل ما كانت في حاله ان الاس والار الاثنين بوحيد بتديني انفاليد كونديشن، لا الجي كي ده تعديل او موديفيكيشن كده على الاس ار بحيث ان عالج مشكله التو انبوتس انهم يبقوا وحيد. في حاله الاس والار الاثنين انبوتس لو وحيد كانت بتديني انفاليد كونديشن، لكن الجي والكي لو الاثنين انبوتس بوحيد ادتني الكومبلمنت بتاع الاوتبوت. واضح يا شباب؟ واضح تمام يا دكتور. طيب اهو هنا طالما حطيت السهم لتحت كده يبقى كانها شغاله مع الايه؟ مع النيجاتيف اتش. اوكي اهو اختلفت بقى الحاله دي. في الاس والار فري فلو كان الحاله دي بتديني ايه؟ علامه استفهام كده اللي احنا بنسميها الانفاليد كونديشن، لكن هنا بقت تديني الايه؟ الكومبلمنت بتاع الاوتبوت. وبالتالي هنا بقى طبعا السؤال كده واحد يجي يقول لي ايه؟ طب هنا اقدر اعمل برضو دي تايب فليب فلوب؟ اقدر، بس انا ما كنتش محتاج للموديفيكيشن ده عشان اعمل الدي تايب فليب فلوب. ليه؟ لان في الدي انا كنت باخد الحالتين اللي في النص دول بس، والحالتين اللي في النص دول ما فيهمش مشكله، ما كانش فيهم مشكله في الاس ار. يبقى انا الاس ار اقدر اعمل منها دي تايب فليب فلوب عاديه. اوكي؟ واقدر اعملها برضو من الجي كي، بس مانيش محتاج للجي كي، يعني مانيش محتاج للتعديل اللي عملته ده لو انا هستخدمها اس هستخدمها جي تايب فليب فلوب. جي تايب فليب فلوب اوكي كنت باخد الحالتين المختلفين اللي في النص، وبالتالي ما كانش فيها مشكله، فكنت اقدر اعملها من الاس ار فليب فلوب عادي. لكن هنا بقى دلوقتي لو انا قفلت الجي والكي على بعض بدون انفرتر، يبقى كاني هقدر اخد الحاله اللي فوق دي او الحاله اللي تحت دي. لو الاثنين بصفار هتديني ايه؟ نو تشينج. لو الاثنين بوحيد كومبلمنت. الكومبلمنت ودي اللي احنا بنسميها تي تايب فليب فلوب. اهي بس نشوف الاكزامبل ده في البدايه كده وبعدين نشوف التي تايب فليب فلوب. اهو ده هنا برضو طالب مني ان انا احدد الاوتبوت بتاعت الجي كي فليب فلوب. اوكي ومديني الويف فورم بتاعت الجي والكي والكلوك، وبيقول لي اسيوم بوزيتيف ايدج تريجر، وبيقول لي ان الفليب فلوب دي از انيشيالي ريسيت، يعني الوضع الكيو في البدايه كانت بكام؟ initially reset، يبقى الكيوب كام في البدايه؟ بصفر. بصفر زيرو. ادي الكلوك وادي الجي وادي الكي، وطالب ان انا ارسم الاوتبوت. اوكي بس لازم يحدد لي الاوتبوت في البدايه هبداه بكام، بواحد ولا بصفر؟ فهو قايل لي initially بصفر. طيب يبقى انا هنا حاجه اعمل ايه؟ الاوتبوت هيعتمد على الجي والكي بس هيغير مع الايه؟ مع البوزيتيف ايدج. يبقى حاجه عند كل بوزيتيف ايدج كده واشوف الجي والكي حالتهم ايه، وبالتالي احدد قيمه الاوتبوت. يبقى انا هنا هشوف اهو مع شغال مع البوزيتيف ايدج بس في اللحظات دي، بس الدايره هتغير في اللحظات دي، لحظات البوزيتيف ايدج دي. هاجي هنا هو قايل لي انيشالي بزيرو، يعني انا بزيرو اهو. هاجي هنا عند البوزيتيف ايدج دي هلاقي الجي بصفر والكي بصفر، يبقى نو تشينج. نو تشينج يعني الاوتبوت هيظل زي ما هو بكام؟ صفر. صفر. طيب هاجي هنا الجي بصفر والكي بواحد، يبقى كانها هتعمل ريسيت. ريسيت يعني الاوتبوت بكام؟ بواحد.
ريسيت بصفر. بصفر. طيب اجي هنا عند البوزيتيف اي جي دي، الجي بواحد والكي بصفر، يبقى كاني بعمل ست. ست يعني كان الاوتبوت هيبقى بكام؟ واحد. واحد. حاجه عند البوزيتيف اي جي دي، ماليش دعوه اي التغيرات اللي بتحصل هنا، ما بتظهرش في الاوتبوت خالص، اللقطه بس باخدها عند البوزيتيف اي جي بتاعت الكلوك. طيب هنا مع البوزيتيف اي جي دي صفر، الجي بصفر والكي بواحد، دي هتديني بست. بست يعني الاوتبوت هيرجع تاني بزيرو. صفر. طب هنا واحد وصفر، الجي بواحد يبقى ست. ست يعني الاوتبوت هيطلع يبقى هاي. اوكي؟ هنا واحد وصفر يبقى برضو الاوتبوت هاي. طبعا ما عدتش علينا الحاله اللي فيها الجي والكي الاثنين وحيد. لو كانوا الاثنين وحيد كنت هشوف الاوتبوت قبل كده ايه واعمل له كومبلمنت. يعني لو كان الاوتبوت هاي انزله لو، لو كان الاوتبوت لو انزل اطلعه هاي. بس هو معلش يا دكتور، واحنا مش كنا بنعكس الكيو في الريسيت؟ الكيو يعني الحاله لما تبقى ريسيت مش كنا بنعكسها؟ المفروض لو صفر تبقى واحد، لو واحد صفر. ما هو الريسيت معناها ان انا ايه؟ ان انا بستور زيرو في الميموري، يعني الاوتبوت بتاعي هيبقى بكام؟ بزيرو. بزيرو. الست يعني معناها ان انا بحط فيها 1، يعني الاوتبوت بتاعي بيبقى ب 1، بستور 1. تمام ماشي. يعني انا عندي اربع حالات اللي احنا قلناهم، نو تشينج، يبقى الحاله اللي كانت موجوده بتظل زي ما هي. والست يعني كاني بحط فيها 1، الريسيت كاني بحط فيها 0. والكومبلمنت طبعا ان انا بغير الستيت بتاعه البريفيوس اوتبوت. تمام ماشي، فهمتها كده يا دكتور. تي تايب بقى فلي فلوب. التي تايب فلي فلوب ان انا هعمل ايه؟ هقفل الجي والكي على بعض اهو بدون انفرتر هنا. طالما قفلتهم بدون انفرتر كده يعني معنى كده يا الاثنين بصفار يا الاثنين وحيد. لو بقت التي بصفر يعني الجي بصفر والكي بصفر يبقى هتديني ايه؟ No change. No change. طب لو بقت التي بواحد هتديني الكومبلمنت. التي تايب طبعا فليب فلوب دي اللي انا بستخدمها في الكاونترز في العدادات. وفي العدادات كده هنيجي نستخدمها ازاي؟ هنخلي التي دي على طول بواحد. وبالتالي هتعمل لي كومبلمنت مع النيجاتيف ايدج بتاعت الكلوك، يبقى كل ما تيجي نيجاتيف ايدج للكلوك تعمل لها ايه؟ كومبلمنت. لو كان الاوتبوت هاي مع النيجاتيف ايدج تروح مخليها لو، تيجي النيجاتيف ايدج اللي بعدها تطلعه تاني هاي، تيجي النيجاتيف ايدج اللي بعدها تنزله لو. يبقى انا لو خليت التي دي بواحد على طول هاي على طول، يبقى مع النيجاتيف ايدج بتاعت الكلوك، لان هنا نيجاتيف ايدج اهي، مع النيجاتيف ايدج بتاعت الكلوك هيحصل كومبلمنت للاوتبوت على طول. ودي الفكره او اللي احنا بنستخدمها في عمليه الكاونترز في العدادات. يبقى انا هستخدم الجي تايب فليب فلوب في الريجسترز والشيفت ريجسترز، وهستخدم الجي تايب فليب فلوب في الكاونترز. اوكي يا شباب؟ ده الدروس تيبل بتاع التي تايب فليب فلوب. طالما السهم لفوق كده يبقى كانها شغاله مع البوزيتيف ايدج، لو السهم لتحت يبقى شغاله مع النيجاتيف ايدج. اوكي؟ واو، ادي اللوجيك دايجرام بتاع التي تايب فليب فلوب، ان انا قفلت الجي والكي الاثنين مع بعض وسميت الطرف ده تي. يبقى احنا كل اللي خدناه في الشابتر ده ايه في البدايه كده؟
عرفنا ايه هي السيكوينشال سيركت، وقلنا السيكوينشال سيركت عباره عن مجموعه من اللوجيك سيركتس الاوتبوت بتاعها عند اي لحظه بيعتمد مش بس على قيمه الانبوتس عند نفس اللحظه، لا بيعتمد كمان على البريفيوس اوتبوت. وقلنا ان ده هيتم من خلال الفيدباك اللي انا بعمله اهو، لما بدانا في البدايه خالص من الايه؟ من الاس ار لاتش. بعد كده ابتدينا نقول، يعني نجيب الشابتر كده من اوله. عرفنا في البدايه ايه هي السيكوينشال سيركت، وقلنا انها مجموعه من اللوجيك سيركتس الاوتبوت عند اي لحظه بيعتمد على الانبوتس عند نفس اللحظه والبريفيوس اوتبوت. قلنا السيكوينشال سيركت بتنقسم لنوعين، يا اما سينكرونس يا اما اسينكرونس. السينكرونس المقصود بيها ان الاوتبوت بيتغير او الستيت بيتغير، بتتغير الستيت بتاعت الاوتبوت يعني عند لحظة. لكن الاسينكرونس كام؟ سيكوينشال سيركت المقصود بيها ايه؟ ان الاوتبوت بتاعها بيتغير at any time. يبقى ده الفرق ما بين السينكرونس والاسينكرونس. سينكرونس يعني في تزامن، يعني الاوتبوت بيتغير عند لحظات محدده. اسينكرونس بيتغير at any time. بعد كده ابتدينا نعرف ايه هي المالتي فايبريتورز، وقلنا المالتي فايبريتورز دي عباره عن سيكوينشال سيركت وليها ثلاثه مود للاوبريشن، يا اما باي ستيبل يا اما مونو ستيبل يا اما استيبل مالتي فايبريتور. الباي ستيبل معناها ان السيركت بيبقى لها تو ستيبل ستيتس زي اللاتشز وزي الفليب فلوب كده، اوكي؟ الدايره بتستقر على وضع معين سواء الاوتبوت هاي او لو لحد امتى؟ لحد انا ما اتدخل واغير الوضع بتاعها. نقلتها للوضع الجديد بتستقر على الوضع الجديد لحد انا ما اتدخل واغير في الوضع. يبقى اي وضع هتروح عليه السيركت هتستقر عليه لحد انا ما اتدخل واغير في الوضع ده. المونو ستيبل مالتي فايبريتور قلنا لا، الدايره ليها وضع استقرار واحد وكوازي ستيبل ستيت، وضع شبه مستقر. طيب وانس ان الستيبل ستيت بتاعتها اللي هي الزيرو، يبقى الدايره هي مستقره على الوضع اللي هي الزيرو ده على طول. اعمل لها تريجرنج تقوم تروح للوضع اللي هو شبه مستقر ده، تقعد فيه شويه وترجع من نفسها تاني لوضع الاستقرار بتاعها. اوكي؟ طب هتقعد فيه فتره قد ايه؟ الفتره دي على حسب بقى الار والسي اللي انا حاططهم في السيركت بتاعتي، اوكي؟ لحد الكاباستور ما يشحن لقيمه معينه وبعد كده ترجع من نفسها تاني للوضع اللي هو الستيبل ستيت. يبقى بتروح للوضع اللي هو الكوازي ستيبل ستيت شبه الاستقرار ده، تقعد فيه فتره زمنيه لحد الكاباستور ما يشحن لقيمه معينه وبعد كده ترجع من نفسها تاني للستيبل ستيت بتاعتها. وقلنا دي بستخدمها في ايه؟ دي بستخدمها لو انا عايز احصل على بلس بديوريشن معينه. يبقى عايز بلس واحده بديوريشن محدده، يبقى اقدر احصل عليها من دايره المونو ستيبل مالتي فايبريتور. الاستيبل مالتي فايبريتور لا، السيركت هنا بتشتغل كاوسوليتور على طول، ملهاش ولا وضع استقرار، دي قاعده اوسوليت من وضع لوضع. الهاي تقعد فيه فتره شويه وبعدين تنزل من نفسها لللو، تقعد فيه شويه وبعدين ترجع تاني للهاي. اوكي؟ وده بنستخدمه كانه اوسوليتور عادي بيديني ترين اوف بالسز كده ورا بعضها. طب بعد كده بدأنا بقى نتكلم على اللاتشز والفليب فلوب اللي هي تعتبر من الباي ستيبل مالتي فايبريتورز. وقلنا اول حاجه الاس ار لاتش، الاس ار لاتش بستخدمها كميموري ديفايس، اوكي؟ وفي الحاله دي ليها تو انبوتس اللي هم السيت والريسيت، وليها تو اوتبوتس اللي هم الكيو والكيو بار. وقلنا لو ان الاس والار بتوعها بصفار يبقى هتديني نو تشينج، الاوتبوت القديم هيظل زي ما هو مش هيتغير. اوكي؟ لكن لو عايز اغير في الكونتنت بتاعتها يبقى حاجه من الاثنين، يعمل سيتنج يعمل ريسيت، يعني احط فيها يا واحد يا صفر. لو خليت الاس بواحد والار بصفر يبقى انا بعمل سيتنج، يعني بخلي الكيو بواحد والكيو بار طبعا بصفر. لو خليت الاس بصفر والار بواحد يبقى بعمل ريسيت، يعني بخلي الكيو هي اللي بصفر والكيو بار هتبقى بواحد. طب قلنا الحاله الأخيرة اللي هي لو الاس بواحد والار بواحد دي بنقول عليها invalid condition أو unlogic state،
لان مش معقوله هعمل سيت وريسيت في نفس الوقت، مش معقوله الميموري سيل دي هحط فيها واحد وصفر في نفس الوقت، هي حاجه واحده من الاثنين، يا احط فيها واحد يخزن فيها واحد يخزن فيها صفر، لكن ما يعرفش يخزنهم هما الاثنين في نفس اللحظه، يعني اعمل لها سيت وريسيت في نفس الوقت. بعد كده ابتدينا نتكلم على الاس بار والار بار لاتش، وقلنا ان دي تعتبر اكتيف لو انبوت، لكن الاس ار لاتش بتعتبر اكتيف هاي انبوت. الاس ار لاتش بعملها باستخدام النور جيت، لكن الاس ار الاس بار ار بار لاتش بعملها باستخدام الناند جيت. بعد كده قلنا طيب لو عايز اعمل انيبلد اس ار لاتش، الانيبلد اس ار لاتش قلنا كل الفكره ان انا بتحكم في اللحظه بتاعه الاوتبوت، او مش في اللحظه بتاعه الاوتبوت، بتحكم في عمليه تغيير الاوتبوت. لو الانيبل بتاعي لو، يبقى مهما غيرت في الاس والار، اي تغير في الاس والار مش هيظهر في الاوتبوت. لكن لو الانيبل بتاعي هاي، يبقى اي تغير في الانبوت هيظهر في الاوتبوت. يبقى لو الانيبل بصفر الاوتبوت على طول نو تشينج، لكن لو الانيبل بواحد يبقى الترو ستيبل بتاع الاس ار بيتحقق عادي خالص. طب قلنا هل الانيبل اس ار كان لاتش ملائمه في حاله سيكوينشال سيركت؟ لا. ليه؟ لان طول ما الانيبل هاي اي تغير في الانبوت بيظهر في الاوتبوت، لكن انا عايز التغير او التغير اللي في الاوتبوت ده يتم في لحظات محدده عشان اقدر اقول عليها انها سيكوينشال، او اقول عليها سينكرونس سيكوينشال سيركت. سينكرونس يبقى الاوتبوت بيتغير عند لحظات محدده، وعشان كده كان الاس ار لاتش بقول عليها ليفل تريجر. ليفل تريجر معنى ايه؟ انها شغاله على الليفل بتاع الانيبل. لو الليفل بتاع الانيبل هاي، يبقى اي تغير في الانبوت هيظهر في الاوتبوت، لكن لو الليفل بتاع الانيبل لو، يبقى مهما غيرت في الانبوت مش هيظهر في الاوتبوت. لكن انا عشان اخليها تغير عند لحظات محدده، ففي الحاله دي استبدلت الانيبل بالكلوك، وبالتالي خليتها تشتغل مع الايدج بتاعت الكلوك، عشان كده سميتها فليب فلوب. يبقى الفرق ما بين اللاتش والفليب فلوب ان اللاتش ليفل تريجر، بتشتغل على الليفل بتاع الانيبل، لكن الفليب فلوب بتشتغل على الايدج بتاعه الكلوك، عشان كده بقول عليها ايدج تريجر. يبقى لو البوست مع البوزيتيف ايدج او النيجاتيف ايدج بتاعه الكلوك، هتبدا التغير اللي موجود في الاس والار يتنقل في الاوتبوت. يبقى اللقطه باخدها في لحظات محدده بس، اللي هي لما مع البوزيتيف ايدج او النيجاتيف ايدج بتاعه الكلوك. برضو قلنا الاس ار لاتش اقدر اعمل منها دي لاتش، يبقى في عندي دي لاتش وفي عندي دي فليب فلوب. الدي لاتش هقفل الاس والار بتوع الاس ار لاتش عن طريق انفرتر، يبقى طول ما الانيبل هاي اللي موجود على الداتا الموجود في الانبوت هيظهر في الاوتبوت زي ما هو. لو الانيبل بصفر، يبقى ايا كانت الداتا الخارج نو تشينج. لكن لو انا عملتها فليب فلوب، خليت الاس ار دي بقت اس ار فليب فلوب، يعني استبدلت الانيبل بالكلوك، يبقى في الحاله دي وقفلت برضو الاس والار عن طريق انفرتر، في الحاله دي بسميها الدي تايب فليب فلوب. يبقى الداتا هتتنقل من الانبوت للاوتبوت بس مع البوزيتيف ايدج او النيجاتيف ايدج بتاعت الكلوك لحظات محدده. اوكي، اهو دي اللي هي الانيبلد اس ار، ودي اللي هي الكلوك اس ار او اس ار فليب فلوب. يبقى دي اللي هي الفليب فلوب، دي كبوزيتيف ايدج ودي كنيجاتيف ايدج. بعد دي طبعا اللي هي الرسمه بتاعت
الكلوك، كل الاختلاف ما بينها وما بين الاس ار لاتش ان انا هنا الطرف ده كنت كاتب عليه انيبل، في حاله الانيبل اس ار لاتش، في حاله الاس ار فليب فلوب ببقى كاتب عليه الكلوك. قلنا بعد كده الجي تايب فليب فلوب اهي، قفلت الجي والكي عن طريق انفرتر. طبعا الانفرتر ده لو انا عاملها كلها من الناند يبقى الانفرتر ده الاخر هعمله من الناند. دي كده هيبقى شكلها معناها انها بتشتغل مع البوزيتيف اتش، لو حطيت هنا انفرتر كده يبقى بتشتغل مع النيجاتيف اتش، وده البلوك دايجرام بتاع الجي تايب فليب فلوب. طب بعد كده قلنا ان اعالج المشكله اللي موجوده في الاس ار فليب فلوب اللي هي مشكله الانفاليد كونديشن، اللي هي لما بيبقى الاس والار الاثنين بوحايد. اوكي، فعملت تعديل في الدايره، عملت فيدنج باك كده من الاوتبوت للانبوت، وسميتها في الحاله دي الجي كي فليب فلوب. يبقى الجي كي فليب فلوب ده التعديل اللي حصل على الاس ار فليب فلوب عشان اعالج مشكله الانفاليد كونديشن واحولها الى الكومبلمنت. وقلنا ادي الجي كي فليب فلوب ده البلوك دايجرام بتاعها، يبقى دي شغاله مع النيجاتيف ايدج، يبقى دي نيجاتيف ايدج كام جي كي فليب فلوب. بعد كده ابتدينا نقول ادي اللوجيك دايجرام بتاعها، وادي الترو ستيبل بتاعها، هنا كانها شغاله مع النيجاتيف ايدج. وقلنا في الحالة اللي هي الجي والكي الاثنين بوحيد، بدل ما كانت بتديني invalid لا هتديني الكومبلمنت. وقلنا لو انا قفلت هنا الجي والكي مع بعض بيبقى في الحالة دي بسميها التي تايب فليب فلوب. التي تايب فليب فلوب على اعتبار ان انا لو التي دي بقت بصفر يعني معناها الجي والكي الاثنين بصفار يبقى هتديني نو تشينج، لو التي بواحد يعني معناها الجي بواحد والكي بواحد يبقى هتديني الكومبلمنت. خدنا مثال على الجي كي فليب فلوب وعرفنا انها تبعا للجي والكي بتغير مع البوزيتيف ايدج بتاعه الكلوك، وبعد كده خدنا اهو دي التي تايب فليب فلوب. اوكي، وقلنا التي تايب فليب فلوب دي انا هستخدمها في الكاونترز، لكن الجي تايب فليب فلوب هستخدمها في الريجستر وفي الشيفت ريجستر. واضحه يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. في اي اسئله في الجزء ده يا شباب؟ شكرا ان شاء الله المره اللي جايه هحاول يعني كده ان شاء الله ناخد فكره عن الريجسترز والكاونترز، بحيث ان شاء الله لو خلصناهم المره اللي جايه يبقى المره اللي بعدها هناخدها مراجعه، لو كان فاضل لنا جزء صغير يبقى هناخده برده المره اللي بعدها وبقيه المحاضره هناخدها مراجعه، لكن ان شاء الله نقدر نخلص المره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا يا شباب. العفو. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. نتقابل الاسبوع اللي جاي. السلام عليكم.